والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. السيد الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، السيد الأستاذ الدكتور فايز محمود علي الحسني عميد كلية العلوم والقائم بأعمال رئاسة فعاليات المؤتمر، الأستاذ الدكتور طلعت الشيخ وكيل كلية الزراعة في الدراسات العليا والبحوث وسكرتير المؤتمر، السادة عملاء الكليات والسادة الوكلاء والسادة أعضاء تدريس ومعاونين، الأخوة والأبناء شباب الباحثين بالجامعة، السادة الضيوف، يسعدنا جميعا مصدر الجامعة العقد المؤتمر مؤتمر شباب الباحثين بالجامعة، وها نحن اليوم في رحاب فعاليات المؤتمر الثالث لشباب الباحثين بالجامعة تحت عنوان البحث العلمي وقضايا المجتمع، دور البحث العلمي في تنمية المجتمع. كلنا يعلم مدى أهمية البحث العلمي لرقي الأمم ورفاهيتها، ونعرف جميعا ما تنظر إليه وتوليه الجامعة في هذا المجال.